مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
الحمد لله على السلامة. اتأخرت ليه؟ الحمد لله إني وصلت أصلا. الحمد لله. حلمي أنا عايز الحاجات دي تتحمل على الطيارات وتبقى بره مصر في خلال نص ساعة. أعتبره حصل. يلا رجالة. طب وأنت هتعمل إيه؟ أنا لازم أرجع. عينيك في وسط راسك، ما تسيبهمش إلا لما تتأكد إن الطيارات دي عدت الحدود، فاهم؟ ما تقلقش. رحيم خد بالك من نفسك، خليها على الله. وصل آلاف المصريين اعتصامهم في ميدان التحرير مؤكدين عزمهم على تنظيم تظاهرات كبيرة لإسقاط الرئيس حسني مبارك، موقف جاء برغم محاولات السلطات المصرية إعادة بعض مظاهر. تمام. مدير البنك مع حضرتك يا فندم. خليك معايا يا رؤوف. ديفيد listen, you receive a transaction for $1 billion. Deposit them into the accounts we have agreed upon. How long will it take? 45 minutes? No, that's too long. You know things aren't stable here. Listen, David, this transaction has to be done within 15 minutes maximum. Du musst mir bestätigen, dass der ganze Betrag im Konto übertragen wurde. Du weißt, kein Fehler darf passieren. Auch kein kleiner. Я хочу, чтобы вы сделали то, о чем мы договорились. Отправка денег должна быть произведена как можно скорее. Pourquoi tu as refusé d'accepter le virement bancaire? Il n'y a pas de problème. On s'est mis d'accord? Au revoir. Eh? Bas, secours! سادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. احنا قدامنا 10 دقايق ونسيب المكان ده. لمين الهاردات دي وهاتها لي هنا؟ الورق ده كله يتفرم، كل واحد قدامه لابتوب يكسره. يلا احمد بيه، ايه الاخبار بره؟ الدنيا مقلوبه بره. شغل الموالك بسرعه.
اي تحركات عندك بلغني فورا. سامع؟ على السلامه. الحمد لله على السلامه احمد. الله يسلم حضرتك يا فندم. كويس انك عرفت توصل في ظروف الزفت دي. وقف الفرب ده، وقف. اتفضلوا لو سمحتوا، لو سمحتوا سيبوني مع احمد شويه. اتفضلوا اتفضلوا. احمد مفيش وقت نضيعه، ده اسرع بيوم في تاريخ مصر. البلد كلها على كف عفريت، كل حاجه في خطر، البلد بتتنهم. تحت امرك يا فندم وتحت امر البلد، ربنا هيستر. ما هو هيسترها ان شاء الله، بس لو اتحركنا بسرعه واتحركنا صح. امورنا يا فندم، عايز نعمل ايه؟ رحيم السيوفي ماله؟ هرب مبالغ كبيره عباره عن فلوس وذهب بره مصر عن طريق تحويلات بنكيه وعن طريق عربيات. العربيات دي اتحركت وهي متحمله ببلاوي متلتله لصالح البهوات اللي ودونا في 60 داهيه وورطونا الورطه السود اللي احنا فيها دي. يا باشا بس رحيم ده راجل عمال كبير جدا، يعني في رجاله وفي سلاح، المواجهه معاه دلوقتي تعتبر كارثه. كارثه ايه بس؟ هو في كارثه اكتر من الكارثه السوداء اللي احنا فيها دي؟ ما هو رحيم لو هرب بره مصر مش هنعرف نجيبه. رحيم لازم يبقى بين ايدينا والنهارده. يا باشا البلد مقلوبه. يا احمد يا احمد احنا ممكن ما نبقاش على كراسينا بكره ولا على مكاتبنا، انما لازم نشتغل لحد اخر وقت في خدمه البلد دي. رحيم السيوفي مهمتك مهما حصل. انا عاوز رحيم وكل ورقه ببيته وفي شركاته خلال ساعتين. دي مليارات مليارات خرجت بره البلد خلال 8 ساعات. حاضر يا سياده العميد، الليله دي رحيم هيبقى في ايدينا حتى لو كان اخر يوم في عمري. السلام عليكم. اهو رحيم واصل اهو، حل على دماغي بقى. وعليكم السلام. ازيك يا بابا؟ يا حبيبي الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا ابني. وايه اللي بيحصل ده يا رحيم؟ والله ما انا عارف يا بابا. خلينا نشوف هترسى على ايه. اخوك فين؟ ما تقلقش على هشام. وانت رحاب اطمني على جوزك. وبعدين سيد ده جن، أنا موقف وراهم رجالة تحميهم. ربنا يخليك لينا يا أخويا. ربنا يعدي الليلة دي على خير. أنا عايزك تيجي تقعدي عندي الفترة دي يا دالي. لا هينفع. هبعت لك عربية تاخدك. رحيم بيه. 10 دقايق وهتلاقي العربية عندك. ها؟ هكلمك بعدين. سلام. في ايه؟ الحكومة عندي على بوابة القصر. خليهم يدخلوا ومحدش يتعرض لهم. منورين يا باشوال. رحيم بيه اتفضل معانا. ولازمته ايه ده كله يا باشا؟ ما كنتوا كلمتوني في التليفون وانا كنت جيت لوحدي من غير الهوسه دي. هو انتوا مش معاكم نمرتي ولا ايه؟ انا بنفذ الاوامر سيادتك. طب تسمح لي اغير هدومي؟ ما انا مش هروح معاك كده. اه طبعا خد وقتك. Thank you.
رحيم. يا لهوي وزيرك على فين يا رحيم؟ راح فين يا رحيم بس قول لي؟ ما تخافش يا حاج. ما تخافش عن ايه؟ انتوا مش عارفين احنا مين؟ احكي لك كل حاجه الصبح واحنا بنفطر سوا. رايح فين بس يا رحيم؟ رحاب ما تلاقيش. كان نهار اسود ومنك باشا. انا هروح بعربيتي. يعني ما ينفعش طبعا. رجالتي لو شافوني راكب عربيه تانيه غير عربيتي احنا هنزعل وانتوا هتزعلوا. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل. رحيم يا نهار اسود ومنيل يا رحيم. رحيم واخدينه على فين دول؟ انا عارف. هس 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 يلا بينا عشان نحصل. بتلبس جزم بتولي يا احمد بيه. وانا مش عايز اكتر من كده. صباح الخير يا دكتور عزيز. مدحت بيه ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. انا جبت لك العربية. دي موجودة فين؟ في الشارع اللي جنب الصيدلية. طيب اسبقني وانا جاي وراك على طول. اتفضل. الامانة في شنطة العربية يا دكتور. تسلم يا مدحت بيه تسلم. أنا جبت لك 1000 شريط أحمر. تمام. و1000 شريط أبيض. الله ينور يا دكتور. تمام؟ تمام. عارف أهم حاجة في الشغلانة بتاعتنا يا دكتور؟ يا مدحت بيه. إن يبقى عندك
رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامجنا النهارده، ولسه معايا ضيفتي المنوراني دكتور داليا حامد، الدكتوره المتخصصه في اللايف كوتشنج. هنتكلم معاها عن موضوع حلقتنا النهارده وهو النيجاتيف ثينكينج او النيجاتيف ثوتس، وازاي نقدر نحول الافكار السلبيه بغيرها ايجابيه. هنستنى مشاركتكم وهنحاول نرد على كل اتصالاتكم واسئلتكم. دكتور داليا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معانا اول اتصال النهارده من احمد من المنصوره. استاذ احمد اهلا بحضرتك. انا عاوز اعرف الاستاذه اللي معاكي دي قاعده بصفه ايه؟ دي دكتور داليا حامد يا فندم، دكتوره متخصصه في التنميه البشريه، لايف كوتشنج اللي هي التنميه البشريه. ايوه انا عارفها، المشكله اني عارفها كويس علشان كده بقول لك دي مكانها مش هنا. في ناس كتير بتشكك في دور التنميه البشريه والخبراء بتوعها. تنمية بشريتي؟ أنا فاهم وانتي فاهم أنا بتكلم فيه، ولا انتي فاكرة ان احنا نسينا انتي كنتي ايه ومع مين؟ طب تقريبا الاتصال اتقطع. أستاذ أحمد حاول تكلمنا مرة تانية. هنكمل موضوع الحلقة مع دكتور داليا. دكتور داليا كنا بنتكلم في النيجاتيف ثينكينج وزي نقدر نتخلص منه. يعني ايه ما تعرفيش من ده؟ انتوا مش بتاخدوا بيانات اللي بيتصلوا؟ انا اسفه والله يا دكتور، المكالمات دي بتجيلنا كتير. داليا انا جبت بياناته من الكنترول، بس لما كلمته تليفونه مقفول. ماليش دعوه يا لميا، انا عايزه بيانات المتصل ده. بياناته معايا ما تقلقيش. الو، اللي ما اتقالش على الشاشه هيتقال براها يا ماما والناس كلها هتعرف. الو الو، في حاجه يا دكتور؟ لا مفيش حاجه. الو، ايوه يا عماد، شفت اللي حصل؟ انا كمان مستغربه زيك. لما اشوفك هبقى اقول لك. اوكي باي. انت جيت؟ ايه مالك؟ فيك ايه؟ مالك مبهدل كده ليه؟ في ايه؟ كل حاجة راحت. يعني ايه؟ البوليس عمل علينا كبسة، الحمد لله قدرت اهرب. ما قلتلك، انا مش قلتلك بلاش الزفت الترامادول ده هيودينا في داهية؟ اللي حصل بقى وفلوس الناس، يا نهار اسود، هنعمل ايه في فلوس الناس؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. ينعلقوا دي عيشه. يا حبيبتي مالك، في ايه؟ هيكون في غير شويه العلم اللزقيني اللي تحت دول. في حد ضايقك؟ قولي مين وانا انزل امسح بيه بلاط الجماليه. بس كده؟ المره الجايه هسأله لك كابتن لو سمحت اسمك ايه عشان بابا عايز يعرف. بنت، كلمي ابوكي عادل. أنا آسفة. أنا أخش أشوفها مالها. هو دلعك ده اللي مبوظها. العمال حاولوا يخرجوا قديم المكنه بسرعه، بس عقبال ما وصلوا له كانت ايدي اليمين اتقطعت. اتقطعت لحد فين يعني؟ كف ايدي كله. لا مش عارف اشتغل. ده بعقدي ده ولا معين؟ بعقدي يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الوقت اللي بنحاول نخفض فيه العمال اتصاب واحد بعقده مالوش تأمين. يا فرج الله. طب هنعمل ايه طيب يا فندم؟ هنعمل ايه يعني؟
وكنا حن عليه من اللي خلقه، صرف له مرتب شهر وقفل الموضوع على كده. جراء عبودة، بدل ما تقول لي حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة. بص يا حلمي، قطمه أحسن من نحته. فلوس اللي انت خدتها ترجع بمكسبها. كون ان انت اتقنطرت في البضاعة ده فيلمك يابا، تنهيب معرفتك. الفيلم ده احنا داخلينه سوا، ها؟ والحوار عليك وعليا. عليك وعليا يعني ايه؟ لا، مش عبودة اللي اتقنطر في فلوسه. عبودة كده هبت منك قوي. لا، ده لما بتهب مني طرطش دم. ده طرطش في دماغك. مفيش كوبايه شاي يا رجاله؟ واحلى شاي على ما يبقى يا رحيم بيه. على طول يا صاحبي عامل نوش كده. قلت اعمل استقبال يليق بمقامك. هو في ايه؟ ان حلمي واكل عليا فلوسي وانا عايزهم. قلت ايه؟ قلت ان صاحبك واكل عليا فلوسي يا رحيم بيه. استعوض ربنا فيهم. يعني ايه؟ يعني اعوض عليك ربنا. انا شايف ان انت لسه خارج من السجن ومحتاج تريح، ونبقى نتكلم بعدين. يلا رجاله. يلا رجاله، كل واحد يروح لحاله. يلا رجاله. يلا رجاله، كل واحد. يلا رجاله. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. رحيم، خرجت امتى؟ النهارده. أبويا فين حالي؟ أوكي، يبقى زي ما قلت لك. حصل إيه يا فند؟ نورة المصنع يا دودة. عاملة إيه يا روحي؟ عرفت حاجة عن اللي اتصل بيا؟ أنت مكبرة الموضوع ده ليه؟ عادي إن حد يتصل يعكسك على الهوا، ده لو ده ما حصلش يبقى فيه مشكلة. لو على المعاكسة ما كنتش اتكلمت. إنما المكالمة اللي جات لي بعد كده هي اللي قلقتني. بص يا دودو، انا ما كنتش عايز اقلقك، بس المعلومه اللي جات لي تقول ان في حاجه. معلومه ايه؟ ما تتكلم يا عماد، ايه الاستفزاز ده؟ رحيم خرج من السجن. رحيم؟ مين اللي قالك كده؟ وانت مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا انا ما اتخضيتش، بس اتفاجئت. اوكي. ثلاثة بالله العظيم ما سبته، كل ما رجعه هو اللي كان بيهرب. وحياة بنتي. أبا أبا أبا، لا 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 لا، سيبني دول. العيال سرقوا كل الورث، ما فاضلش إلا دول عشان أنا آكل. الله يخليك، سيبهم أمي آكل، عاوز أكل بقى. الله يخليك، الله يخليك. ما تخافش، ما تخافش يا بابا. انا رحيم. انا رحيم ابنك. انا رحيم يا بابا. رحيم رحيم
ابني حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا رحيم. سبتني يا رحيم، ما جيتش ليه؟ استنيتك استنيتك كتير يا رحيم، تيجي تفطر معايا وتحكي لي زي ما قلت لي، بس انت ما بتجيش ما بتجيش ما بتجيش. غصب عني يا يا حبيبي يا ابني، بس اديني جيت لك اهو يا حبيبي، وعمري ما هسيبك ابدا. ان شاء الله ان شاء الله هيكونها مستكلي، مش هتعرفوا تلاقوا في التلج. يلا يلا وسرقتي بجمعيه رمضان. تعالى يا رحيم ادخل ادخل يا اخويا، ادخل يا حاج بدر. حنان رحيم راجع. اتفضل 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 رحيم، اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حاج بدر اقعد. اتفضل يا ابو. تعالى يا حاج بدر. نورت يا رحيم نورت. الحمد لله على السلامة يا رحيم. الله يسلمك. بقى كده يا عم بدر قعدة الشارع، والله كل ما اقفش فيه يزوغ مني. حنان خلاص انا فهمت رحيم على كل حاجة. طب والله العظيم يا رحيم حلمي قاعد يدور عليه اسبوع بحاله وبرضه ما لقاهوش. حاج بدر اقعد اقعد يا حاج بدر، اقعد يا حاج بدر اقعد عشان خاطري اقعد. نور يا حاج بدر. ريم تعالي سلمي على عمك رحيم. فاكر يا رحيم؟ فاكر ريم؟ كنت سايبها انت ايه؟ كانت قد كده. بسم الله ما شاء الله بقت عروسه ايه؟ ازيك يا انكل؟ اهلا يا حبيبتي. معلش حنان هتقل عليكي. اللي بتقوله ده ده البيت بيتك. ايه البق ده رحيم؟ ده بيت اخوك يعني بيتك. الحمام فين؟ شفتك يوم محني ده انا ابن ابويا، تعبك ووجعك يذبحني. ما عاش ولا كان اللي يخليك يا ابا في حياتي تتحوي. ما عاش ولا كان مداسك. لو كنت يوم قصرت سامحني يا ابا سامحني. انا ابن ابويا لو شفت خير في الدنيا يا بنت اللي عملته، وقريت كتاب الحياة ومنك اتعلمته. أنا لما قلت يا سند وقف لأبويا وعاند وشال همي وريحني وريحني. انا ابن ابويا
رايك بقى في الحمام السخن ده؟ ربنا يخليك ليا يا رحيم يا ابني، وما يحرمنيش منك ابدا. يا الميه السخنه دي نعمه من عند ربنا. طب ولما انت حبيبها قوي كده سايبها وقاعد ليه في الشارع؟ انا كنت قاعد جنب امك لحد انت ما ترجع. كنا بناخد بنفس بعض يا ابني. اثباتي بقى. ارمي الموبايل ده من ايدك. ما بقاش في حد بيدفر على فكره يا بابا. تناسي وانت صغيره كنت بتجيلي عشان اعمل لك نفس الضفيره دي. ايوه بس انا كبرت خلاص. ايوه بس انت لسه في نظري قد كده. ايه ده؟ انت طالعه قمر لمين يا بت؟ شبهك يا حلومي. من هطلع قمر لمين يعني؟ الحمد لله ان انت طلعت شبهي. ايه الدلع المرق ده؟ أمك دي أعوذ بالله. ماشي يا أخويا ماشي. لا قولي إيه؟ هو هيقعد عندنا لحد إمتى؟ حنان رحيم يقعد زي ما هو عايز، أنت فاهمة ولا لأ؟ هو أنا كنت قلت حاجة؟ أنا بس بشوف رحيم يعني هيعمل إيه في حياته. طب أنت كلمته على موضوع أخوه؟ رغيت معاه في السكة بس مش كل حاجة. الراجل لسه خارج يشم نفسه الأول. هو بقى في حاجة غريبة كده، هو استشيخ. اه يا بابا شكله اتغير خالص عن زمان. اخرسي يا بت، ما تتكلميش كلام الكبار. مش عايز هبل. انا بس كنت عايز اكلمك في موضوع كده يعني. حلمي جاي لك يا رحيم. ايوه كده هو ده رحيم بتاع زمان. عشت يا حلمي، عشت يا مجدع. حبيبي رحيم، فرش الشقة حلو قوي. كان لازم افرشها كويس عشان خاطر ريم. انت عارف بقى دخلت الجامعة وما كنتش عايزة تحس بأي فرق. ربنا يخليها لك. تعيش يا صاحبي. هشام فين يا حلمي؟ هشام فرع لوز، ما انت عارف، من مكان للتاني. عارف مكانه؟ اعرف المكان اللي بيقعد فيه. طب يلا نروح. ما سألش على الرحاب يعني. علشان عرفت اللي حصل وانا في السجن. عشان كده جيت على هنا وما رحتش على القصر بتاعك. لو كنت رحت على القصر كنت رجعت السجن تاني. لأن ساعتها كنت هرتكب جريمة قتل. لا لا كده أحسن. يلا يلا بينا. ما تقلقش يا رحيم، هنلاقيه. هيروح فين يعني؟